الزعيم عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده 83 وسط حالة مستمرة من الغياب المثير للجدل. 3 سنوات لم يحضر فيها الزعيم على شاشات السينما أو التلفزيون، جعلت الجماهير تتساءل عن إمكانية رؤيته في عمل جديد قريباً. أقرباء الزعيم عادل إمام أكدوا أن احتفاله بميلاده هذا العام سيقتصر على أسرته بعيداً عن الأضواء، في حين تستمر التأكيدات أنه يتمتع بصحة جيدة وربما يعود إلى الشاشة قريباً. كانت آخر أعمال الزعيم عام 2020 حين قدم مسلسل فالنتينو بمشاركة الراحلة دلال عبد العزيز والراحل سمير صبري.